أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من السيد الفريق أول محمد أحمد زكي محمد مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، السيد الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون العسكرية، السيد المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة مديراً لمكتب السيد رئيس الجمهورية، السيد اللواء محسن محمود علي عبد النبي مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام، السيدة الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.